البث بدأ بس لسه الناس بقى ما جمعتش. بسم الله الرحمن الرحيم. كله يبدأ يجمع معانا النهارده. فرشة أطفالي دمار شامل فاخر من الآخر. بسم الله ما شاء الله، كل الشغل ده عروض أطفال، عروض أطفال يا جماعة، واللي على لسه الأرض ده كله عروض أطفالي. لسه الناس ما جمعتش. عايزين بقى كله كده يبدأ معانا على اللايف. كله يلا يبدأ يجمع معانا، كله بيستنى عروضنا اللي ببلاش اللي ربع. شغل لوكس ببلاش، لايف النهارده فرش اطفالي من عروض الشناوي ببلاش البلاش. يلا كده كله ابدأ اجمع معانا على اللايف يا جماعه. يلا وشعارنا الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك يا شناوي. اسعار، خامات، مقاسات، شغل ستاندرد ببلاش 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 ببلاش. يلا كده كله ابدأ اجمع معانا على اللايف ده، كله ابدأ يشارك معانا اللايف ده، واهم حاجه شعارنا في التعليقات الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك يا شناوي، ويرجعونا القلب واللايك على الصفحه، القلب واللايك على الصفحه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي بتسال على عنواننا وناويه تنورنا، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار، اولاد الشناوي يا جماعه، اولاد الشناوي، اولاد الشناوي قلبها دمار. في تشكيل بيت جديد حريمي، في تشكيل حريمي جديد، دخل 8 قصات جداد، دخل 8 قصات جداد بكميات، في تشكيل اطفالي فوق الروعه. اسراء اول واحده بتقول الله ينور عليك يا شيماء. الله ينور عليك يا اسراء. الله ينور عليك. دي يا جماعه ارقام الحجز، الحق قبل نفاذ الكميات، الحق قبل نفاذ الكميات. عروض ببلاش، بيجامات فروه اطفالي، مقاسات حاجه كده 100 كل و10 شماعات، بكام بقى؟ الشغل ده بينزل على الجروبات ب 85 75 95. عرض الشناوي بكام بقى؟ 65 جنيه يا جدعان، 65 جنيه يا جدعان. لا 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 دفعها كتير، دي فيها كتير. بصوا الشغل ورسومات كتير. اسماء اهي بتقول لك الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليكم كلكم. ايوه كده. ورياض الصالحين الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليكم. يحيى الاطفال ببلاش، يحيى ابو القاسم الله ينور عليكم كلكم. شايفين البيجامه القمر دي؟ من سن كام لكام؟ من 1 لحد 4، من 1 لـ4. شايفين يا جماعه؟ بيجي لك كده ضحى بتقول لك الله ينور عليك يا شيخ. 65 جنيه يا جماعه، انتوا متخيلين؟ ببلاش. خامه فرو نظيفه مستورده، شغل تطريز زي ما انتوا شايفين، اباليك في حته متكلفه ب 65 جنيه. شايفين القمر دي؟ ب 65 جنيه. شايفين السكر دي؟ ب 65 جنيه. لبسوا عيالكم ببلاش وادعوا للشناوي. ده مقاس 2، انا فتحت لكم اصغر مقاس، ده مقاس 2 اهو يا جماعه، شغل كده لوكس ب 65 جنيه. خدوا بقى عندك في محلك ب 75. ده مقاس 3. بصوا الجمدان ده، بصوا القمر دي، 65 جنيه يا شناوي، بيجامه لوكس اطفالي ب 65 جنيه. يعني انتوا متخيلين؟ بيجي متقفل بالشماعه صح؟ بيجي كده بشماعاته يا جماعه، شغل شماعات لوكس، الوانات مختلفه، 65 جنيه، 65 جنيه يا جدعان، 65 جنيه. اوريكم بقى شكل تاني منه، في اشكال طبعا. ده انا جايبه لكم جاتوهات. جاتوهات ايه؟ ملبسات، حلويات، سكريات. احنا من دمياط بقى. كل حاجه. جايبه لكم كل حاجه تخص دمياط. ما هي دمياط بتاعت الحلويات. كل عروض الشكاره دي، الشكاره دي كلها ب 65 جنيه يا جماعه. زهره البنفسج بتقول لك الله ينور عليك يا شيماء، الله ينور عليك. الصعيد انا فاكر انا. بصوا الجمدان، بصوا البسه الروعه دي يا جماعه، دي بقى مقاسات بقى بالقرنين بتوعها، بصوا اهو. دي حاجه تانية بقى، حاجه تانية، لسه هوريكم تشكيل تاني. 65 جنيه تطريز كده، حته لوكس اللوكس. شايفين دي مقاسات يا جماعه، دي مقاسات، 65 جنيه كل شغل شماعات، 65 جنيه شناوي، 65 جنيه شناوي. بصوا ام عصام الله ينور عليك يا شناوي. شايفين العظمه دي؟ 65 جنيه مقاسات يا جماعه، من 1 لـ3، 65 جنيه. لا الشناوي عامل لكم لايف، يعني بصوا كله عظمه. ده مقاس 2 متخيلين القمر ده؟ اهو اهو الوانات كده وشغل شماعات لوكس، 65 جنيه شناوي. السلوبيت من 1 لـ3 والبيجامه من 1 لـ4 صح كده؟ اه. دي رسمه ثانيه للسلوبيت يا جماعه، رسومات. دي رسمه ثانيه، دي تطريزه ارنوب مذهب كده، دي رسمه ثانيه. 65 جنيه اهو،
65 جنيه دي رسمة ثالثة. مروة بتقول لك انت بتغريني، شوقتيني افتح محل. بص الشياكة، بص البدلة الولادي دي 65 جنيه، ما جابتش ثمن التطريزة اللي عليه، ما جابتش ثمن التطريزة اللي عليه. دي رسمة كمان، رسومات كلها. بصوا بصوا القمر ده بقى، بصوا القمر ده بقى حلو الفيل ده، 65 جنيه يا جدعان. الدسته كده بتجي لك الوانات، الوانات هو بيجي نص على بعضه صح؟ شايفين؟ 65 جنيه بيجامات فرو، فرو ببلاش، شغل لوكس. الشغل ده بسم الله ما شاء الله لوكس. انتوا متخيلين عرض ال 65؟ زينب بتقول ما عندهاش تليجرام، عندها واتساب. تواصل معانا على الواتساب، هيحاولوا يصوروا لك الشغل او يبعتوا لك الصور، بس بتبقى صعبه يعني لان التليجرام عليه كل الشغل. بصوا بقى التركيه دي بقى، تطريزه هنا وتطريزه هنا وقصه هنا وقصه هنا. بصوا الحته عامله ازاي، و65 جنيه، 65 جنيه شلناه. وشغل مقاسات، هنحطه تحت مقاسات، دي مليار خالص. زينب بتقول لك انا مقاسات. بتقول لك انا بفكر افتح محل في الغردقه. حبيبتي ده احنا عيوننا ليك. هي تفتح في الغردقه واحنا نروح نصيف هنا. ناخد لها الشغل واحنا رايحين. بصوا الحجام عامله ازاي، هفتح لكم الحته دي. بصوا الوانات، شغل بسم الله ما شاء الله عظمه. اهو اهو بصوا البيجامه وجمالها. عشان ايه ناس، ده اصغر مقاس، ده واحد، ده بيبي اصغر مقاس. شايفين الجمادات؟ شايفين الحته عامله ازاي يا جماعه؟ 65 برضه، 65 جنيه يا جماعه، 65 جنيه شلناه. ام سامح بتقول لك انت اللي لوكس. حبيبتي والله يا ام سامح. يحيى ابو القاسم بيقول لك حيرتينا نختار ايه. شايفين العظمه، الفاشه دي كلها اطفالي، في موديلات جديده حريمي بس التركيز على الاطفال، التركيز على الاطفال الفرشه دي يا جماعه، عشان احنا بصوا عاملين لكم عظمه. الله، ناس بقى تلحق تشتري يا جماعه في الاسعار دي لان هيحصل زياده. شغل لوكس يا جماعه باسعار الشعبي، اللوكس باسعار الشعبي. بصوا الشياكه والعظمه، بصوا السلوبتات، كل الشغل عليه تطريز، مش شغل بقى من غير تطريز. اللي من غير تطريز ده هننزله لكم ببلاش اللايف الجاي. اكونت ياسين عمرو بيقول لك عظمه العظمه يا ست، فاكره ام كلثوم؟ الله ينور عليكم كلكم يا جماعه. شوفوا الجمدان ده، كل الشغل عليه تطريز زي ما انتم شايفين، والحته بسم الله ما شاء الله مقاسات، مقاسات وشماعات. اسراء بتقول لك اول واحده علقت عاوزه تكسب. عيوننا ليك يا اسراء. سهله سهله، حاضر بس كده. عيوننا ليك يا امرايه. بصوا الجمدان ده بقى والالوانات والشغل، كل الشغل ده 65 جنيه. وطبعا في اشكال ثانيه كتير، في توصيل الاسماعيليه طبعا، في شحن اي مكان في العالم، مش الجمهوريه، في العالم. الله دي حلوه قوي، دي حلوه قوي 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 القطه دي. استنى اهي، بصوا الرسمه الفراشات دي جميله جميله جميله. بصوا هبهركم في الاطفال، جايبه لكم بقى حلو قوي برضه. ده لسه، ده لسه، ده دي اول شقاره، اول شقاره يعني. اول شقاره، هندخل على البيع الوقت، بيع ببلاش. الشحنه من اول دستتين مشكلين. مش عارفه افتح والله، والله ما عارفه افتح. بنطلونها ولا تقريبا، اه دي بنطلونها وقع، وقعت مني البنطلون. بصوا عامله ازاي يا جماعه، بصوا الشغل ده تطريز فقصات، شايفين؟ ده بنطلونها طار مني في الشكاره. بصوا اهي، شايفين؟ شايفين حلوه قوي، شايفين القطه دي حلوه قوي، دي حلوه قوي، شايفين دي؟ ده عرض كل السته مختلفين. بصوا مختلف، مش بصوا يا جماعه، بناتي في اولادي 65 جنيه، 65 جنيه بنطلونها اهو، مفيش حاجه بتضيع مننا، بنطلونها اهو. خد ركز لنا البنطلون في اول واحده ودخلها شمال، بنطلونها اهو 65 جنيه يا جدعان، 65 جنيه العظمه اللي بتحصل دي. بصوا الجمدان، ما كفايه بقى نخش على الشكاره اللي بعدها بقى. بصوا الجمدان، لا احنا عاملين لكم عظمه، لازم الناس تشوف العظمه، عشان الناس اللي بتاخد سكرينات شايفين الارض بقت عامله ازاي، عامله لكم جبل، عامله لكم جبل من عروض ال 65. نيجي بقى للبيعه، ناس بتسال على المكان، وناس عايزه تشوف العبايات الامها العرايس. عيوننا عيوننا الاثنين، هنوريكم العبايات من الحريم دلوقتي. عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولادي الشناوي. شعارنا السنه دي الله ينور عليك يا شناوي، كل يوم شغل جديد بدخل زي ما وعدناكم، كل يوم اللايفات يعني. بصوا ارهقتوني اقسم بالله، ارهقتوني حرفيا. بصوا بقى دي بقى مستورده، شغل مستورد ديزني،
طبعا انتوا سامعين الاسعار، اقل حاجه نزلت، اقل حاجه نزلت 95 جنيه، اقل حاجه هتسمعوها كده وانتوا ماشيين 95 جنيه. الشناوي بقى يبيع لكم بكام؟ 80 جنيه شناوي، 80 جنيه شناوي من قلب المستورد نفسه. بصوا يا جماعه، في حاجه، في خصم للكميات، ده اهم حاجه الجمله دي، خصم للكميات بس الكميات الكبيره، عشان بس ما حدش يزعل مننا، ما حدش يجي ياخد دسته دستتين ثلاثه ويقول لي اعملي لي خصم. بصوا انا هوريكم حته شويه شغل ديزني يا جماعه، الاستيراد يا جماعه بالعلامه الاصليه بتاعته، ديزني بالعلامه الاصليه بتاعته والتيكت بتاعه. الدسته اربع مقاسات، اربع مقاسات الدسته بتجيلك كده مقفله، شغل لوكسيات، الكيسه بتاعتها مقفوله ما بنفتحش الديسه. انا هقدم لكم بس هنا شويه 500 حته كده من كل شكل كام رسمه. بصوا يا جماعه 80 جنيه. بصوا العظمه، ميلتون قطن، ميلتون قطن حاجه كده. بصوا اهو، بما ان الاسعار غاليه فرجهم بقى على العظمه دي بقى. بصوا بصوا الجمدان، بصوا الديزني، بصوا القطن وجماله. 80 جنيه، 80 جنيه ارخص من السنه اللي فاتت. ده جميل ده والله، 80 جنيه ارخص من السنه اللي فاتت. ام محمد بتمسى عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك يا حبيبه قلبي، احلى تحيه لام محمد والله. ده مقاساته لحد كام ده؟ بصوا يا جماعه، شايفين؟ شايفين ده اصغر مقاس يلبس اكبر مقاس 8 سنين، اكبر مقاس يلبس 8 سنين. بصوا تلبيس طبعا محترم، التلبيس محترم، المقاسات محترمه، المقاسات مظبوطه، شغل مستورد يا جماعه، الشغل ده مستورد بالتيكت، التيكت بتاعه، يعني مش شغل بقى متكيس تحت بير السلم، لا لا، شغل كده كل دسته في كيس. طبق كده، في مواليد، في مواليد، هوريكم كل حاجه. اسماء، كل حاجه. اسماء محمد بتمسى عليك حبيبتي يا اسماء، سيطانه في اللايف. اسماء زبونتنا، حط بقى في الدسته دي، حط في الدسته دي، دي رسمه، الرسمه الثانيه في منه بناتي واولادي كل الرسومات. بصوا باز يطير، شايفين؟ 80 جنيه سعر موحد، 80 جنيه سعر موحد. الاطفال عندي الشناوي الشتوي بسعر الصيفي اهو، اهو يا جماعه، شايفين؟ شايفين الجمدان كله مع العلامه بتاعته ديزني الاصلي، كل حاجه. الدسته بتجيلك كده مقفوله بمقاساتها بالوانتها اهي، اهي يا شناوي، اهي يا شناوي، الله ينور عليك يا ايه؟ أشنان. الله ينور عليك يا شناوي. ماجده نجيب بتقول لك الله ينور عليك يا شناوي. حبيبتي يا قلبي، ايه زينب محمد، كل المقاسات سعر واحد؟ كل المقاسات، لا ده مقاسات لحد 8 سنين، من 2 ل 8، من 2 ل 8 سعر واحد يعني؟ سعر واحد، كل الرسومات سعر واحد. ما هو الشغل بيطلع مشكل، مش هتلاقوا حد يوحد لكم اسعار اصلا. الخامه بتوبر؟ لا، خامه نظيفه. لا يا باشا، ام مهند خامه نظيفه يا مهند، ده مستورد يا جماعه، ده مش المصري، ده شغل الاستيراد ده. بصوا بصوا الحته الروعه دي، بصوا الحته الجامده دي، شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمدان مستورد نظيف جدا. هبه بتقول ربنا يرزقكم ويوسع عليكم، انا اخت ام احمد من الاردن حبيبتي. احلى تحيه لكل اهل الاردن، شيار الله في هبه في الاردن. شايفين؟ 80 جنيه، 80 جنيه. زينب بتقول هتخليني ادخل جوه اللايف واخد من كل الاصناف. 80 جنيه، بصوا 80 جنيه، العظمة دي ب 80 جنيه، النظافة دي ب 80 جنيه، أنتوا متخيلين؟ 80 جنيه النهاردة ما يجيبوش إيه؟ ما يجيبوش إيه؟ ما يجيبوش أي حاجة، كيلو سمك. بصوا 80 جنيه، 80 جنيه، ده موديلي كمان. يا جماعة العظمة اللي عليها تدور. خليكوا احنا بقى نيجي بقى، خليكوا بقى واحنا نيجي بقى. مش عايزة أبوظ الضيفك والله. ما هو أنت هتفتحي إيه؟ كله؟ اعمل ايه؟ مش عايزين نبوظ الديسات. بصوا الرسمه دي، بصوا الرسمه الروعه دي، رسومات كتير، خدوا سكرينات يا جماعه، خدوا سكرينات عشان الرسومات كتير. الرسمه اللي انت عاوزها خد سكريناتها، خد عندك وبيع اي عرض ب 100 جنيه، يعني انت هتكسب فيها مكسب 30%. رانيا بتسال على حديث ولاده. بصوا في حديث ولاده يا جماعه، عرضناه في اول لايف ولسه عروض ثانيه. بصوا حديث ولاده موجود فارو مطبوع، بصوا الخامه من جوه، ديزني الشركة الأصلية يا جماعة، ديزني الشركة الأصلية يا جماعة، المستوردة أهو، أهو أهو يا جماعة ب 80 جنيه، سعر الصيفي، شتوي عند الشناوي بسعر الصيفي، ما تقدرش نقول غير إن الشتوي عند الشناوي بسعر الصيفي. بصوا بصوا الجمدان ده،
رمضان. الناس اللي بتسأل عن المكان، عنواننا دمياط الروضة، شارع الحصار، مصنع أولاد الشناوي. 80 جنيه. بصوا المقاسات حلوة ازاي، 80 جنيه ميلتون قطن سوني. ديزني بالعلامة بتاعتهم ديزني يا جماعة ب 80 جنيه، انتوا متخيلين العظمة دي؟ خامة روعة، خامة روعة، أطفال ببلاش، خد وبيع ب 100 جنيه عندك، خد وبيع ب 100 جنيه عندك. بتومات دي كلها ما شاء الله كتير، بتومات كتير جدا اهو، شغل كله ديست بمقاسات. بيقولوا مفيش بناتي قطيفة. بناتي داخلين الوقت، اصبروا على رزقكم، اصبروا على رزقكم. هي فتحي بتقول لك ما تفتحي عندنا في القاهرة. ده مقاس 8 اهو، ده اكبر مقاس يا جماعة، ده مقاس 8 اهو، ده اكبر مقاس. الناس عاوزة مقاس 5 اهو. في كل المقاسات، في كل المقاسات ب 80 جنيه. هي فتحة عايزانا نفتح في القاهرة. اي حتة اطفالي ب 80 جنيه، اي حتة اطفالي ب 80 جنيه. نورونا انتوا بقى من القاهرة يا جماعة. نورونا انتوا بقى من القاهرة. القطاعي في المكان بره، عندنا معرض بره للقطاعي، انما هنا الشحن جمله والاسعار دي اسعار جمله. شايفين العظمه دي؟ شايفين العظمه دي؟ ورق الديزني وقع. معلش يعني ورق الديزني يعني. بصوا الجمدان. اهي الكليزه. بصوا الشياكه. بصوا العظمه. 80 جنيه. 80 جنيه الشغل كل ده بمقاسات. كل الشغل ده مقاسات. دي بقى على الحته الروعه. لا الشحن جمله بس ما فيش شحن قطع. والله في كميات يا جماعه من الشغل. الله في كله اطفالي صح؟ الله في اطفالي، وهنوريكم خمس قصات حريمي. ما لحقناش نوريكم الخمس قصات حريمي، الله في الجاي كله حريمي. بس احنا هنمشيها كده. لايف اطفالي، لايف حريمي، لايف اطفالي، لايف حريمي. بصوا مشاها اطفال النهارده احسن. بصوا الاطفال وجمالهم اهو. 80 جنيه. تويتي. تويتي. تويتي القمر ده يمشي بناتي ويمشي ولادي. رسوماتي تمشي ولادي وبناتي. ديزني يا جماعه الشركه الاصليه للمره المليون. اهو. خامة لقطة، خامة روعة، لا اقول لك بلوش ولا خامة مش لا خامة تحفة اهو. 80 جنيه. الوانات روعة، الوانات روعة، الوانات كلها روعة. لا الشحن جملة، انا مش هنش قطاع يا جماعة. بصوا اللون الاورنج ده، بصوا الاورنج ده، يا لهوي يا لهوي على الاورنج. اطفالي اشتروا لعيالكم دستتين مشكلين، الجملة بتبدأ من دستتين مشكلين. بصوا الجمدان، بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا اللقطان يا جدعان، بصوا الخامة وجمدانها والتقفيل اللوكس المستورد. 80 جنيه يا جدعان، 80 جنيه. أم يوسف بتقولك أحلى حاجة فيك إن أنت واثقة من نفسك وبتقولي الأسعار مش زي بعض التجار. لا إحنا أهم حاجة نقول سعرنا قبل أي حاجة. يا جماعة ما بنقولش السعر خاص، إحنا سعرنا على عام. وفي خصم للكميات. يعني بصوا مش حدش هيقولك الكلمة دي إلا شناوي بس. بصوا الشياكة. بصوا الموديلات الأصلية وجمالها، بصوا تقفيل الحتة، حد ينزل لك حتة شيتو بالسعر ده النهاردة، شايفين؟ حتة مستوردة نظيفة 80 جنيه، الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك يا شناوي. رسومات بناتي ورسومات ولادي، بصوا الرسمة الحلوة دي. في دفايات رجالي مبطنة ولا لسه؟ في رجالي بس صوف، في دفايات رجالي صوف. لسه لسه الشغل الرجالي لسه ما لسه ما نزلش. الواد اللي بيلعب كاراتيه ده مش عارفه اسمه ايه؟ ما كانش على ايامنا ده. الواد اللي بيلعب كاراتيه ده القمر ده، شايفين؟ شايفين القمر ده 80 جنيه. حلو حلو الواد ده. حلواته حكايه. حلو قوي الواد ده. حلو قوي الواد ده. اسراء بتقول لك انتوا ارخص من كل المصانع. الحمد لله حبيبتي. نخش على الشجره الثانيه بقى لان انا يعني. ندخل لكم بقى على الشغل اللوكسيات. اغلى حته الله يفضل كام يا شناوي؟ اغلى حته تلبس انيساتي حريمي 150 جنيه. عندنا حاجه ب 100 جنيه. عندنا حاجة ب 120، عندنا حاجة ب 135، شغل بقى ايه؟ من اللي بتباع بامكانات يقول لك 225 الحتة، الكلام الفاضي ده. بصوا الشغل كله ديست، الشغل كله ديست كده زي ما انتم شايفين، بيجي لك الدستة بألوانتها، بيجي لك الدستة بألوانتها. بصوا الجمدان ده مقاس 12، ده مقاس 12، المقاسات من 6 ل 16، من 6 ل 16. بصوا بقى العظمة بقى، بصوا بقى الشتوي اللي بسعر الصيفي، اللي ما اشتراش شتوي ما عادش هيعرف يشتري اهو. بصوا الحته، بصوا الحته 135 جنيه شمال. ده مقاسات من 6 ل 16. شايفين الحته عامله ازاي؟ شايفين الحته عامله ازاي يا جماعه؟
الوانتها حكايه. تعالى كده امسك كده ورقتها وصورتها عشان المقاس. بصوا بصوا اللون ده، بصوا اللون الجامد ده. عنوان القطاعي هو هو نفس العنوان، بس المعرض موجود بس على الشارع الرئيسي يعني. شكرا. بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الحته وشياكتها، بصوا بكام؟ 135 جنيه. بصوا كل المقاسات من 6 ل 16. شايفين الجمدان من 6 ل 16 الدست على بعضها بمقاساتها. تعالى بقى كده خد الموديل ده، نجيب على الموديل اللي عليه الدور. الاكونت ضحكه مكسوره، يقول لك ايه الحلاوه دي؟ انت لسه شفت الشغل يا جماعه؟ انت لسه شفتوا حاجه؟ كل يوم شغل بيدخل الناس يا جماعه، كل يوم شغل بيدخل. الدست بصوا الشغل جاي لكم، دست الشغل هيتعبى كده مقفول بالدست بتاعنا، يعني لا شغل بواقي في يلبس 12 سنه. في كل المقاسات لحد 16. بصوا بصوا الحته الفرو الروعه دي من 6 ل 16 برضه، ده مقاس 10 من 6 ل 16. سما الرحمن بتقول لك الشغل بالدستة. اه الشغل بالدستة. الشغل بالدستة اهو. بصوا بصوا الشغل والجمدان يا جدعان، بصوا الجمدان. تشكيل ما حصلش فيك يا مصر، تشكيل ما حصلش فيك يا مصر. والالوانات والمقاسات في الدستة، نجيلها بالدستة بالواناتها بمقاساتها. شايفين دي برضه 135. تعالى كده نجيب بقى الحته اللبس بقى كده حاجه كده. ايه في توصيل الجيزه؟ في توصيل اي مكان يا جماعه؟ عايز اتواصل التواصل على ارقام الواتساب، هنعرضها دلوقتي. الحته دي بولار فقطيفه، ارقام الواتساب الحته دي ارقام روح. والعنوان بتاعنا اهو والارقام بتاعت الواتساب. على الواتس يا جماعه، التواصل على الواتساب. على الواتس على الواتس على الواتس، الحقوا قبل نفاذ الكميات. شايفين دي بولار فقطيفه، حته تقطيع، حته روعه. اكونت ضحكه مكسوره بيقول لك ارخص اسعار سمعتها في دمياط. يا باشا على مستوى الجمهوريه كلها على فكره، مش في دمياط بس. شايفين العظمه؟ شايفين الحته دي؟ ده اصغر مقاس في المحير. بصوا اصغر مقاس في المحير اهو، ده اصغر مقاس في المحير. هفتح لك حته مقاس كبير. بصوا العظمه، بسم الله ما شاء الله. دي حته مقاس كبير اهي، دي بولر فقطيفه، حاجه كده لوكس اللوكس. مقاسات العرايس يا جماعه، ليها البنات اللي 16 سنة و18 سنة. الأسعار دي جملة، أسعار القطاعي مالناش دعوة بيها، الأسعار دي جملة فقط. شايفين المقاس عامل إزاي؟ شايفين المقاس عليا أهو؟ المقاس عليا أهو يا جدعان، المقاس عليا أهو يا جدعان، ده يلبس 20 سنة، المقاس عليا أهو، والله يلبس أنسات. بصوا أهو، بصوا المقاس أهو، قطيفة بولار. بصوا ألوانات روعة، ألوانات بنادي. المفروض الناس دي تقعد تستنانا كل لايف من اللي احنا بنعمله. كل يومين احنا هنتسجن بسببكم. شوفوا بقى عرض ال 100 جنيه بقى، شوفوا بقى عرض ال 100 جنيه بقى. يبقى بعد كده الطلب عرض ال 100 جنيه اهو. بصوا احلى ولا نقوا عرض ال 65، عرض ال 80، عروض بقى يا جماعه. وعرض ال 135 اه، عرض ال 100 جنيه اهو. القطاعي في المكان، القطاعي في المكان. كل الشغل مقاسات يا جماعه، كل الشغل مقاسات، كل الشغل مقاسات، كل الشغل مقاساته. بصوا افتح لكم لون ايه، شغل منكم روعه، شغل بمقاساته، شغل ده بجيب ارانيب ميلتون في فارو ده اه روعه. ده اصغر مقاس، ده اصغر مقاس ما شاء الله، شياكه جامد والله. الناس يا جماعه تلحق تلبس عيالها، ما قلناش هنعرف نلبس، اسعار بتزيد. بصوا رسومات كتير، رسومات كتير. دي رسمه تانية اهي، دي رسمه تانية اهي. بصوا شايفين العظمه دي اهو، والله انا توب. شتوي ببلاش، الشتوي عندي الشناوي الاطفالي، العظمه دي ببلاش. ده عرض ال 100 جنيه، اسعار السنه اللي فاتت. المنيا عرض ال 100 جنيه يا جماعه، رسومات كتير. يعني انا هنزل لكم 7 8 اسماء. ام عبده بتمس عليكي، بتقول لك المنيا كلها بتمس عليكي حبيبتي. احلى تحيه للمنياويه يا جدعان. لسه المنيا باين ما اشتغلوش معانا شتوي، مش كده؟ لسه اخد فاتوره شتوي، راحت اسبوعين كده. اه لسه رسومات كتير بقى. انا قلت لكم رسمتين بس، في رسومات كتير، في رسومات كتير للعرض ده يا جماعه. في كذا رسمه،
نقلب على العرض اللي بعده، ندخل على الولادي. تعالى كده ندخل على الولادي، الناس اللي بتسأل على الولادي اهو، الاطفال ده، الناس اللي بتسأل على الولادي. نيجي بقى الولادي، ده عرض ال 135، مقاسات من 6 ل 16 سنه، من 6 ل 16 سنه 135. اهو الولادي رنا لسه بتسأل، الولادي جت اهي. رسومات كتير يا جماعه، يعني بصوا هوريكم كذا رسمه، هنضطر نفك الدفت. رسومات كتير باسعار السنه اللي فاتت، احنا لسه ما حدش باع باسعار السنه دي. بصوا الحته عامله ازاي، بصوا الحته جمالها وشياكتها واناقتها. ده ميلتون؟ اه ميلتون مبطن صح؟ ميلتون روعه. افردي افردي الحته بقى كده على بعضها عشان يشوفوا الشياكه. شايفين يا افردي بقى الحته، افردي الحته عشان يشوفوا التفاصيل. شايفين الجمدان؟ شوف التفاصيل. 135 جنيه. شوف التفاصيل 135 جنيه. ميرو بتقول لك يا ريت تفتحي في بالقاس. احنا ما احناش لاقيين حد يجي يشتغل معانا هنا، هنروح نفتح في بالقاس وفي القاهره. نعمل اللايف من هنا، الشباب بتتفرج والله العظيم. بصوا الوانات بقى والدسته بتجي لك كده بمقاساتها، وريت بقى موديل كمان وموديلات كتير. الشغل هيطلع بالدسته عشان حرام قوي نكسر فيه. اه. لان من 6 ل 16 هي مقاسات الدسته. مقاسات الدسته بصوا الالوانات والموديلات كلها تجنن يا جماعه، اقسم بالله كلها تجنن. لين الحياه بتقول لك المنزله كلها بتمس عليك. حبيبتي حالي. المنزله والغردقه وبالقاس والمنيا والقاهره والجيزه. لسه تجاري. لسه في محافظات كتير يا جماعه. تجاري وحبايب قلبي. ناس كده اللي بيشاركونا في لايفاتنا. بص الجمدان، بص الجمدان ده، شايفين الحته دي حلوه قوي. الاطفالي للناس اللي بتشتري لعيالها قبل ما تشتري لنفسها. امي احنا مسامحين يا باشا في الاسعار، امال ايه؟ ربنا يرزق كل الناس. اهو ده مقاس 10، في لحد 16، شايفين؟ في لحد 16. الوانات الدسته الواناتها اهي، الدسته الواناتها اهي، شغل كله مقاسات، مش شغل شعبي، شغل ستاندرد يا جماعه. الناس اللي بتسال على شحن سوهاج، الصعيد كله من 70 ل 100 جنيه. الرسمه دي كمان رسومات كتير يا جماعه، وهنزلها لكم على التليجرام. بقى على العرض اللي عليه الدور رسومات كتير. الموديلات دي هتبقى معروضه موجوده في المعرض بتاعنا اللي موجود بره. اسوان بتمسي عليك. شحن القاهره 60. بصوا دي بقى المقاس المحير يا جماعه، المقاس المحير مش بتلاقوه في السوق. المقاس المحير عندنا اهو. اكونت ضحكه مكسوره بتمسي عليكي من شط جريبه. في عرض، في عرض السيدات هيجي دلوقتي لو لحقنا يعني ان شاء الله نزلهم بالعرض. جنوب سيناء كده حاجه كده، جنوب سيناء بتمس عليك. حبايبي اللي مستنيين الاطفالي، حبايبي اللي بصوا بيستنونا بقى هنجيب عليهم. في ولادي 3 سنين في تعرض في اول اللايف، ولسه هيجي كمان. بصوا موديل الفراشه الروعه ده، من 6 ل 16، شايفين؟ توصيل المنصورة 60. شايفين الموديلات وجمالها يا جماعة؟ شايفين الموديلات وجمالها؟ الشغل بيتكلم، الشغل بيتكلم، كل الشغل متطعم بالفرق. كل الشغل متطعم بالفرق. عليكم السلام. اللون الروعة ده. الدستة بكل مقاساتها، وإلا هنكسر في المقاسات. لا مش عايزين نكسر. اه مش هينفع نكسر في المقاسات. يعني هتلاقي مقاس 6 ومقاس 8 ومقاس 10. نص في الحلقة دي ممكن ندي نص، انما لو النص برضه هيكسر المقاسات. هيكسر المقاسات 6 ل 16 هيكسر المقاسات بتاعة الدستة. يا جماعة الدستة اصلا في دسات مشكلة، اطلبي دستة مشكلة، في دسات مشكلة، يعني دي في نفس الدستة اهي. دي في نفس الدستة. بصوا بنطلون باجي، بصوا الحتة وتفاصيلها يا جماعة، بصوا الحتة وتفاصيلها، انتوا متخيلين؟ مفيش الاسعار دي. اكونت محمد محمود، انت سيادتك بتحول عربون بتخصم من اصل الفاتوره، ده كل الشغل ماشي كده. تاكيد للحجز بتاعك، واحنا بنخصم فاتوره بنشحن لك. تعالى كده لمين؟ شحن بلطيم كفر الشيخ 60 جنيه. اطفالي اطفالي،
بكام الموديلات دي؟ ده من 6 ل 16 140. لا مفيش فرضان، الفرضان في المكان القطاعي، يعني تيجي المكان بره تاخدي بيع وشراء. الاسعار بتختلف شويه علشان انت بتختاري مقاس وكده. باجي كده قمر قمر قمر، لما ده شغل جمله. بصوا الجيب، بصوا الحته، موديلات كتير يا جماعه، موديلات كتير، جيب هنا وجيب باجي، حاجه كده عظمه على عظمه. شحن بني سويف من 70 ل 100 برضو على حسب الكميه. بصوا اللي عليها البرج بقى، يا ويلتاه يا ويلتاه على دي يا جماعه. طالبه الاوردر امتى مريم ابراهيم اللي لسه ما وصلش؟ بعد اللايف. لا بتقول اوردر بتاعها لسه ما وصلش، دي امتى بقى؟ الشحن بياخد من يومين لثلاثه. ابعتي لي رساله على الواتس وانا اكلمك الشركه على البوليس. الشحن بياخد ام يوسف ينفع شحن 4 أو 5 دسات، مش مشكله. بصوا الكمادات، ترنجات رجالي غطس بتتعمل وهتيجي والله. مدخلين رجالي، مدخلين رجالي غطس، اطفالي غطس، مصنعين سلوكيتات بولر، بيبيهات، مقاسات لحد حريمي، 4 مقاسات عاملينهم. لا احنا بصوا هنكسر لكم الدنيا، هنكسر لكم الدنيا. مش عايزه اصدمكم اقول لكم ان في لايف يوم الخميس ده، بس انا مش عايزه اضغط عليكم اكتر من كده، لان الناس لسه شغل العرايس يا امان، لسه ده اللايف النهارده غالبا هيبقى كله اطفال. لا ممكن نعرضهم كان حد حريمي. هو الشغل موجود اهو، بس ما نخلص بس الاطفال الاول. شغل جديد، احنا عاملين لكم شغل جديد، حريمي جديد، دفايات بجميع مقاساتها، دفايات اطفالي وصلت اطقم كامله. لا شغل بسم الله ما شاء الله، احنا مدخلين شغل بسم الله ما شاء الله يا جماعه. شحن القاهره 60. بصوا الاطفالي ده بقى، سمير العنوان بتاعنا دمياط الروضه شارع الحصار مصنع اولاد الشمال. الاطفالي ده بكام مقاسات من 1 لـ4؟ بكام؟ بكام؟ 100 جنيه 100 جنيه يا مصر، 100 جنيه. شحن طنطا تقريبا يا 60 يا 70، يعني من 60 ل 70 شحن طنطا. شايفين 100 جنيه شايفين العظمه؟ مين اللي ما اشتراش اطفالي؟ مين اللي مش قادر يشتري اطفالي؟ لا اشتري اشتري. بصوا الصوره المستورده، الاسعار دي جمله القطايه في قلب المكان. الكمدان روعه روعه. شحن شحن الصعيد كله من 70 ل 100 جنيه على حسب المسافة. ونقاشات كتير، ده أصغر مقاس، ده أصغر مقاس أهو، ده أصغر مقاس أهو، ده مقاس واحد 100 جنيه، مقاس واحد ده يلبس سنة. مبطن كل الشغل ده، مبطن من جوه شغل بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله روعة. شايفين يا جماعة؟ الرسمه الثانيه اهي، بس بقى ما اقعدش افتح. ادخل على الحريمي، بصوا 100 جنيه اهو، 100 جنيه رسومات كتير. كله ادخل على التليجرام، هننزل لكم كل الرسومات على التليجرام. الشغل ده كله هينزل، الصور كلها هتنزل على التليجرام يا جماعه، من كميات كميات في الموديل، ورسومات كلها احلى من بعض، كل الرسومات احلى من بعض. ام احمد دمنهور بتقول لك بعد كده خلي اللايف بعد الساعه 10 عشان يكونوا رجعوا من المحلات. عيوني عيوني يا عيوني. بصوا الجمدان عامله لكم بقى، ده اطفال طقم كامل، ده لو لحقوق، ده لو لحقوق، لانه هو طالع بكره. يا عم ما تفولش بقى، احنا مصنعين الشغل ده يا جماعه معاكم مفتوح طول السنه، معاكم مفتوح طول السنه. مقاسات 44 46 50 44 46 50، 3 مقاسات 3 مقاسات. الطقم ده خامته نظيفه جدا، من انظف الخامات في السوق. انا اللي بقول لكم القماش على ضمانتي، الحته على ضمانتي، ده اصغر مقاس، اصغر مقاس يلبس 6 سنين. بصوا احنا هنوحد لكم سعر الـ3 مقاسات ونخرج الـ3 مقاسات في بعض. الـ3 مقاسات في بعض يا جماعه هيبقوا 50 جنيه وخصم للكميات. 50 جنيه 3 مقاسات لحد محير وخصم للكميات، ده طقم كده كامل دفايه، بس حاجه نظيفه جدا على ضمانتي، ما بتوبرش، خامه لوكس، خامه لوكس. احنا اللي بنصنع الشغل ده يا جماعه، وكميات مفتوح مع اي حد. ياخدوا يعني الثلاث مقاسات. كمية مفتوح، هضرب بدل ما اقول لكم مثلا كل مقاس وطالع 5 والكلام ده، لا الثلاث مقاسات في بعض بخسارة المقاس الكبير. يعني السعر ده سعر المقاسين الصغيرين. كنا هنقول 45 50 55، لا الثلاثة في بعض ب 50 جنيه. وربنا يعوض علينا بقى. والله العظيم حسبتها بايظة خالص. مفيش خصم الكبير، لا حسبتها بايظة فعلا.
يعني المفروض كان المقاس الكبير يبقى 55. انا كده بسلمك المقاس الكبير تكلفه، ده المقاس الوسط، ده المقاس الوسط يا جماعه، خامه تحفه، خامه ببلاش. الحته دي لو انت بتشتريها من اي مكان هيقول لك ب 100 جنيه 120. انتوا متخيلين الرقم اللي انا بقوله؟ مفيش خصم والله، انا شفتها غلط. انا هتاخد المقاس الكبير بتكلفته والمقاس الصغير يعني ربنا يعوض علينا بقى. بصوا محير يا جماعه، محير محير، بصوا اهو اهو، بصوا المقاس، بصوا الدفايه، بصوا الدفايه، بسم الله ما شاء الله اهو. ايه المشكله في الخصم الكميات؟ مش هعمل خصم، هعمل خصم يبقى بخساره والله. والوانات يا جماعه بقى، ده تصنيعنا، ده شغلنا، يعني كميات مفتوح، كميات مفتوح. بصوا اللون الرمادي وجمدانه، بصوا روعه 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 روعه، ده يلبس 12 سنه 13 سنه، روعه يا جماعه. الخامه روعه، الخامه روعه، بس اقسم بالله حسبتها طلعت غلط. يلا بقى اكد لكم الحزب بقى لله، رزقكم رزقكم. بصوا اللون ده، ست الوانات يا جماعه، ست الوانات، ست الوانات، كحلي وبني ورصاصي. وفي اللون الهافان ده، وفي اللون اسمه ايه ده، مش عارفه اللون ده بيسموه حلو حلو، هو اللون ده برضه، اللون ده يعني لما تتخيلوا تروحوا تشتروا دفايه تبيعوها عندكم ب 75 جنيه للزبون، دفايه كامله، بيروح يشتريها من اي مكان ب 100 و 120 جنيه، بالتالي ما عادش في حاجه بتشتريها ب 100. بصوا الجمدان وخامه تحفه، اللي هيجي ياخد منها ياخد بالسته والثمانيه والعشره، لان ده بيلبسه تحت الهدوم، روعه طبعا، روعه روعه روعه. الرجال يا جماعه، الناس اللي بتسال عن رجال اهو، دفايه رجال بمقاساتها، ثلاث مقاسات، وزي ما قلنا شغل ده شغلنا وتصنيعنا، الكميات مفتوحه فيه. يعني حد كلمني النهارده كان عايز 200 حته، موجود اهو، كميات موجوده في الشغل ده اهو، بسم الله ما شاء الله. ده مقاس 2 اكس، في لحد 3 اكس، وفي اكس لارج. رجالي دفايات الرجالي اهو 75 جنيه، بصوا المقاس عامل ازاي، بصوا 75 جنيه، ده مقاس 2 اكس، في اصغر مقاس في اكبر مقاس اهو، ده 2 اكس يا جماعه، مقاس محترم، مقاس محترم. الناس اللي بتسال على العنوان، عنواننا دمياط والروضه، شارع الحصار، مصنع اولاد الشناوي. بصوا اللون الروعه ده، ده جديد اللون ده، بصوا المقاس عامل ازاي، 75 جنيه. في اللون الغامق ده اللي هو قريب من الاسود، 75 جنيه، دفايات الرجالي. والله حرقن لكم الدنيا، حرقن لكم الدنيا. بصوا الخامه دي على ضمانتي، ده مقاس 3 اكس، بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الخامه، بصوا المقاس، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فوق اللوكس بحبتين ثلاثه، شايفين يا جماعه، حاجه كده، دي ما الناس ما بتستغناش عنها، متاح توصيل جمله، شحن جمله. هو المكان بعيد فعلا يا غاد عن القاهره واسكندريه بس هنعمل ايه بس. ترنج الارنوب القمر ده يا جماعه، ترنجاتنا الفرو اللي مكسره الدنيا، هنشيلكم عليها كده على السريع عشان الناس اللي بتسالني ايه المتاح. طبعا في اصناف خلصت غصب عني، في اصناف كتير خلصت. بصوا الجمدان، بصوا الشياكه والعظمه دي، شايفين يا جماعه الارانيبو، الشحن جمله يا غاده، بس بصوا فلو فلو، بصوا العظمه ده، وعايز اقول لكم ان كميته تقريبا اتنفخت، ما شاء الله. هقول لكم على الجديد دلوقتي بقى، بصوا الجمدان ده برده، ده موجود موديل البقره الجميل ده، ما عادش الا نص الشكاره دي، ده اطفالي اطفالي، روعه برضو اهو فارغ. يوسف بتقول لك كفايه تفتيح هي اللي بتطب. ما عادش افتح يا ام يوسف، حبيبتي حبيبتي حبيبتي، روب الفرداني اهو، احنا هنفتح الجديد بس، هندخل لكم كده التفتيح الجديد. انا بوريكم الطلب على الواتساب، كل ده متاح، وهننزل المتاح النهارده على التليجرام، هننزل المتاح على التليجرام. بصوا الحته القمر دي، شغلنا في الفرو عظمه يا جماعه، شغلنا في الفرو وخامه وحاجه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بفضل الله، ومقاسات شغلنا في الفرو بفضل الله، عاملين تلبيس في محترم، عاملين في الفرو ترند، فرو تقيل، بصوا فرو تقيل، الشغل محترم، شايفين يا جماعه، سيبكم الشغل اللي في السوق اللي بيقول لك ارقام، لا هوريكم بقى اغلى حته فرو عامله ازاي عندنا، حاجه كده محدش شافها قبل كده. بصوا الشغل والبيوك، حته روعه، حته فوق الروعه دي، 150 جنيه القمر دي، 150 جنيه. سبونج بوب، انا سبونج بوب يا جماعه، اقول لك انا سبونج بوب اصفر كموني، بصوا
برضو قمر 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 قمرين اهو. بصوا الحته مقاس وطول يعني دي عامله ازاي. بصوا الجمدان بكام؟ بصوا 150 يا حرق اسعار يا جماعه. 150 150. بصوا الجميله دي الخروف بجيوبه الشغل بسم الله ما شاء الله. الشغل بسم الله ما شاء الله. اهي يا جماعه اهي يا جماعه تشكيله الله ينور. الالوانات الفرو 11 12 لون. المتاح كميات طبعا. انت مش شايف الكميات ولا معانا الدفايات العظمه مش شايف الكميات. معانا تشكيل دفايات ما حصلش. مش شايف الكميات. تشكيل دفايات ما حصلش. ده غير اللي فوق ده غير اللي في المخزن. تشكيل دفايات ما حصلش. عندنا يفتح 10 محلات جم بفضل الله. حاجه كده عظمه. وبرده البيجامه الروعه دي. البيجامه الروعه دي 165 جنيه. قطيفه روعه حلوه قوي. بيجامه القطه القطيفه. مقاسات القطيفه عندنا حلوه. تلبسها كويس جدا اهو. تلبسها حلو. القطيفه الموديلات القطيفه تلبسها حلوه عندنا بسم الله ما شاء الله. شايفين الدفايات. الدفايات اللي مكسره الدنيا معانا. الدفايات بجميع رسوماتها موجود في تشكيل ناسر. برضه اوريكم الدفايات الجديده دلوقتي. دور على رجلكم. الشغل اللي كسر الدنيا معانا بفضل الله اهو. فرشنا منه تاني. فرشنا منه تاني. دفايات الاطفال اللي كسرت الدنيا معانا يعني بفضل الله. دخلنا فيها ترند. بنعمل لكم مقاس 4 سنين. احنا كان اصغر حاجة عندنا مقاس 6. بنعمل لكم مقاس 4 وينزل ب22.5. هنعمل لكم مقاس 4 في التصنيع وينزل لكم ب22.5. يعني المقاسات دي بادئة من 6. لا بنعمل لكم مقاس اصغر ويبدأ لكم ب22.5. وبنعمل لكم مقاس 1 ويبقى سعره مفاجأة. هيبقى سعره مفاجأة. مفاجأة يا شناوي. بصوا. بصوا الجمدان. الدفايات اللي كسرت الدنيا معانا. الدفايات اللي كسرت الدنيا معانا. زي الترنج زي الترنج بالظبط. الدفاية زي الترنج بالظبط. بصوا الشياكة. ما شاء الله. ما شاء الله على الجمدان. بادئة من 30 جنيه يا جماعة مقاس 6. مقاس 4 هينزل لكم اللايف الجاي إن شاء الله في التصنيع. بصوا الشياكة. من 6 لكام؟ ل 14. ل 14. من 6 ل 14. بصوا. جمدان جمدان بألوانتها دفاية دفاية. دفاية ببلاش. دفاية على قد ظروف الناس يا جماعة. دفاية على قد ظروف الناس. ممكن تاخدها عندك تعملها عرض ال 50 جنيه للناس بتوعك. عرض ال 45 جنيه. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. كل دي دفايات. كل دي دفايات بألواناتها. كل الألوانات أجمد من بعض. كل الألوانات أجمد من بعض. بصوا. هندخل لكم على الموديلات الجديدة دلوقتي. اصبروا على رزقكم. اصبروا على رزقكم. انا عارفه ان انا طولت عليكم المره دي. شايفين الجمدات؟ العبايات القطيفه. حته مفتوحه اهي. كذا نقشه وكذا رسمه. لا يا اسراء احنا في الحريم بقى لنا ساعه. ده احنا نخش على الجديد بس. بص الشياكه موديل الروعه ده. سلوبيتا الاطفال. ده انا هبهركم. بكام السلوبيتا دي؟ ده مقاس 6 سنين 65 جنيه. بنعمل لكم مقاس 4 سنين هينزل لكم ببلاش. سايبه لكم سعر مفاجأة. اللايف الجاي. اللايف الجاي فين بقى؟ الناس اللي بتسأل على المكان ورقة العنوان عندك. ورقة العنوان يلا. وراكي. دمياط الروضة شارع الحصار أولاد الشناوي يا جماعة. ودي أرقام الحجوزات بتاعتي. ده أرقام الحجوزات يا جماعة. اللي ما فرش أطفالي يلحق. 65 جنيه سلوبيتا القمر دي. 65 جنيه. ترنج البولر. المحترم بتاعنا اللي مكسر الدنيا. بصوا المقاس. المقاس غير المقاسات السوق. مقاس محترم يا جماعه. ترنج البولر الروعه ده يا جماعه مقاس محترم. محترم 145 جنيه وخصم للكميات. بولر في قطيفه هاي دي مقاس روعه. مقاس روعه. شغل بسوسته بزونت. شغل مصروف عليه ببلاش. شغل مصروف عليه ببلاش. العبايات البولر 135 جنيه. 135 جنيه مقاس محترم. مقاس محترم. مقاس تعرفوا تلبسوه يا جماعه. مقاس كبير. نيجي بقى لدفايات الاطفال.
اللي ما خدش منها ندمان ندمان ندمان. 30 35 40 فيها خصم يا شيناء وما فيهاش خصم. دفايات ما عليهاش خصومات. دفايات والله بتنزل تكلفه. احنا بننزل الدفايات تكلفه. فكرناش اللي احنا كسبانين في صنف الدفايه. مفيش النهارده حد ينزلك دفايه ب 30 جنيه على الخامات دي، على الخامات بتاعتنا دي والشغل الاصواف والحاجات دي. الاسعار نار، الاسعار نار. بصوا الجمدان روعه 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 روعه. انا ما نبقى نحسب حسبه الدفايات اللي احنا مصنعينها. الدنيا باظت. انا حاسه ان انا بايعه بخساره مش عارفه ليه والله العظيم. بصوا ترنجاتنا القمر دي، بصوا الجمدان قطيفه هاي ديفار وبولر كل حاجه موجوده. يعني الوقت انت تقدر تيجي تفرش فرشتك حريمي اطفالي شبابي كل حاجه، كل حاجه منها شكاير. في حاجات اصلا ما عرضناهاش، في حاجات ما عرضناهاش. بصوا بقى الجمدان ده بقى دفايه فايبر البقره سبع الوان، سبع الوان. بصوا روعه روعه روعه. سايبه لكم بقى نحل كده في اخر اللايف. بصوا الدفايه عامله ازاي. رحاب بتسلم عليك حبيبتي يا رحاب. صيصانة رحاب في دمياط الجديدة حبيبتي عرفتك يا رحاب والله. بصوا الدفاية مقاس عامل ازاي؟ فايبر مكسر. بصوا المقاس مش هموت، انا مش هموت. شايفين المقاس عامل ازاي؟ فايبر مكسر. بصوا بقى تنط بقى شايفين فايبر مكسر حاجة كده بطانية. بصوا الدفاية الروعة دي لوكس. بصوا من جوه عاملة ازاي؟ بصوا المقاس، بصوا المقاس يا جدعان، بصوا العظمة. شايفين البقرة بتعمل ايه؟ شايفين البيجامة الدفاية البقرة الروعة دي؟ الواناتها حكاية الوانات. بصوا الابيض يا خرافة. رحاب بتقول لك الجدعان ومفتاحي في الجديد. عيون. انا هسمع كلامك انت يا بنتي، انا هسمع كلامك انت والله هفتح لك في الجديد يا رحاب. بصوا الجمدان، بصوا الجمدان يا جدعان اهو اهو. بصوا البقرة وجمال البقرة وطول طول الدفاية. تونيك يا جماعة، دفاية تونيك اقسم بالله اهو. 75 جنيه شناوي الدفاية اللوكس، 75 جنيه شناوي. ونقول الله ينور عليك يا شناوي. بصوا الدفايات وجمالها. بصوا الخامة قطن من جوه، قطن من جوه. 75 جنيه، 75 جنيه شناوي، 75 جنيه شناوي. بصوا بقى الدفايات بقى عندي مقاسين 4 اكس و5 اكس، 4 اكس و5 اكس، 4 اكس 145، 5 اكس 150. بصوا بقى النقاشات وجمالها. بصوا ادي نقشه. افتح لكم ايه؟ ادي التانية. استنى دي افتح، يا لهوي. ولا افتح لكم دي، استنى دي افتح. ولا دي؟ لا بصوا انا هفتح لكم كل الدفايات. انا هفتح لكم كل الدفايات. 100 نقشة شغل لوكس اللوكس، مقاسات كبيرة 4 اكس و5 اكس. بصوا بصوا الدفاية وجمالها يا جدعان. بصوا الدفايات، بصوا الدفايات. وادعوا للشناوي اللي رافع راسكم في مصر اهو. بصوا الطيجره دي بسم الله ما شاء الله. الله ينور، الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك وعلى شغلك وعلى التشكيل والدفايات. شحن الجيزه 60. بصوا الجمدان، بصوا الطيجره دي، الطيجره دي ما فيش في المنصوره والله. اشتريني اطلب اوردر على الواتساب. بصوا الزبره دي، بصوا الرسومات 100 رسمه، 100 رسمه. بصوا الطيجره المنمنمه دي، بصوا النمنمه دي جميله دي. يا لهوي على الاحمر، يا لهوي يا لهوي على تشكيل الدفايه عندك يا شناوي. 100 شكل و100 لون. عايز 1000 حته موجود، 2000 حته موجود، معاك لحد 5000 حته في صنف الدفايه. بس وهنقفل يعني ولا ايه؟ ما شاء الله. من بكره عايز تحمل دفايه تعالى، عايز تحمل دفايه تعالى. بصوا الكمدان، بصوا النقشات. غدا غدا بتقول لك كفايه مش عارفه اجيلك ازاي. ليه نقشه؟ اركبوا من طنطا وتعال. بصوا بصوا النقشه دي، النقشه دي رهيبه 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 يا خراشي يا ولاد. طما دي تبع محافظه ايه؟ يا خراشي طيما اسيوط تقريبا. طيما اسيوط؟ اسيوط يا المنيا حاجه. لا اسيوط شباب اسيوط. بصوا الجمدان، بصوا عظمه الدفايات عندنا. المعادي 60 جنيه. ده مقاس كام؟ 5 اكس، يبقى اللي فتحناه 4 اكس. بصوا 5 اكس بقى نقشات ثانية خالص، نقشات ثانية خالص. أسيوط أو سوهاج من 70 تقريبا 70 جنيه سوهاج. أهو قدم بقى يا محمد كده لأن ما قلناش 40. ودي لمسة
قومي يا احمد كده لم في الشكاره الاولانيه، لم في الشكاره الاولانيه. مقاس 5 اكس، بصوا مقاس 5 اكس مربع، بصوا مقاس 5 اكس، بصوا مقاس 5 اكس. الشكاره اهي والمقاس اهو، الشكاره اهي والمقاس اهو، عرض شكاره. احنا نفتح في الجديده بقى، نفتح في طنطا ولا في القاهره ولا فين؟ احنا مش فاتحين. احنا مش فاتحين يا جدعان. بصوا نقاشات ثانيه غير اللي فرضتها لكم، يعني انتوا هتدوخم من نقاشات الدفايه. بصوا روعه الكشمير، روعه. بصوا النقاشات، احنا خلاص انا دماغي ونس. بصوا النقشه دي، يا لهوي على النقشه دي. لا لا تعبت، افتح لكم ايه؟ افتح لكم كمان واحده من النقشه الجامده دي. بصوا اللي هي متصوره الاصفر بتاعتها دي، شحن اسماعيليه 60 وشحن القاهره 60. انت هتاخد الحته. احنا قلنا اسعار الدفايات، الدفايه كام؟ على الخام المستورد تلبيس، الله اكبر، التلبيس عرض شكاره. الاسعار ايه؟ 145 و150 اغلى دفايه. المقاس 5 اكس الجامبو والامهات 150، مقاس 5 اكس 150، مقاس 4 اكس 145، مقاس 3 اكس هينزل لكم 135، بس لسه بتعمل. بصوا الجمدان. ام يوسف بتقولك افتحي وانا اطبق، افتحي كفايه كده. انا اللي تعبت حبيبتي، الله يكون في عونها، متبهدله معانا. بصوا القمريه دي بقى، بصوا القمريه دي بقى شويه شغل بقى. ايه يا لهوي يا لهوي على الفروات الجديده بقى، قصات الفرو الجديده يا جماعه. بصوا بصوا الشياكه والعظمه. بصوا قرنين، اهم حاجه القرنين، تطريزه. ام عصام بتقولك افتحي فرع في بنها. مراحل الرحال. بصوا الجمدان، بصوا الجمدان، بصوا الحته عامله ازاي يا جماعه. غدا بتقول لك درجه حراره زادت، بقت 40 من الفرو ده بقى كام لون؟ الشحن الدستتين اقل كميه شحن يا جماعه، شحن الدستتين اقل كميه شحن هي مثلا 60 جنيه 70 جنيه 80 جنيه كده. لو حتى 5 دست برضو 10 دست تبقى في كيسه واحده تمام، والشحن بيبقى واحد. 12 لون، بصوا اللون ده جديد، بصوا اللون ده جديد. بكام القرنوم؟ بكام بقى؟ 12 لون 155 جنيه. يلا حرقنا على فكره، حته لوكس يا جماعه، الحته دي لوكس وتقفيلها فوق الممتاز. تيجي بقى على دي بقى تقيله، بصوا دي بقى تقيله شويه، الحته دي فرو تقيل، تقيله تقيله لوكس محمد. بصوا العظمه دي بقى، بصوا الجمدان ده بقى، كل ده جديد. ده بصراحه كفايه شويه صنع خصيصا للاردن وليبيا لحبايبنا. صنع خصيصا. الشعار ده بتاعنا يا جماعه، تشوفوه على شغلنا من هنا ورايح. الشعار ده تشوفوه على شغلنا من هنا ورايح. بصوا بصوا الحته، بصوا الحته خارجه من الكيس عامله ازاي. ده بقى مقاس خاص، ده مقاس خاص، يعني المقاس الخاص ده غير المقاس العادي. بصوا بقى واخد كام تطريزه، تطريزه فوق القرنين اهم حاجه، التطريزه اللي فوق، تطريزه تحت، جيوب اهو اهو حاجه كده، مقاس كبير، عرض الشكاره اهي، الشكاره عندك، هو عرض الشكاره. بكام بقى المقاس الخاص؟ يا جماعه المقاس الخاص 165 جنيه. بصوا اهو عرض الشكاره اهو يا جماعه، عرض الشكاره. المقاس الخاص 165 جنيه، المقاس العادي 155 جنيه. مش هغلى عليكم ابدا، مش هضرب لكم المقاسين في بعض، مع انه اتقال لي اضربي المقاسين في بعض، الحته لوكس ابدا، زبايني وحبايبي وتجاري يزعلوا. بصوا الحته دي بقى برده مقاس خاص، الوان جديده في الفرو طبعا اول مره تشوفوها. بصوا المقاس الخاص عامل ازاي يا جماعه، بصوا عليا عامل ازاي. بصوا المقاس. ام عبودي بتقول لك منوره واحلى تحيه حبيبتي. من ليبيا الشناوي، الله ينور حبيبتي ام عبودي، حبيبتي حبيبتي وكل حبايبنا في ليبيا والله كلهم، في طبرق وطرابلس وبني غازي، بصوا كلهم حبايبنا. ولو انت من ليبيا وعايزه شغلنا كلميني على الخاص وانا ابعت لك حد تتواصلي معاه، عنده كل تشكيل شغلنا، ابعتي لي على الواتس بس. بصوا الجمدان، بصوا الحته الروعه دي، بصوا الطول بالمقاس، دي مقاس خاص، محدش هيديك في الفرو مقاس خاص الا احنا. دي مقاس خاص 165 جنيه المقاس الخاص، الروعه ده. بصوا انا في لون عايزه افتحه لكم، اللون ده بصراحه جديد، لون حلو قوي. ام يوسف بقى هتيجي تطبق بكره. هي اللي هتتعب ويطلع عينيها. غدا من طنطا بتقول لك انا تعبت، اطلبوا لي الاسعاف. حبيبتي سلامتك والله. بصوا الجمدان ده، بصوا الحته عامله ازاي يا جماعه،
تطريزه الفرو دي قيمه جدا، بليسيه من تحت، تونيك طويل مقاس كبير، امهات مقاس يلبس حريمي مش محيرات اهو. بصوا مقاس عامل ازاي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، شايفين الرجل الواحده عامله ازاي. همسه عتاب نزل السلابوتات البيبي في اول اللايف، نزل كميه كبيره. عايزه افتح لكم كده حته لون غريب. ما كفايه فتح. لا دي موديل جديد، ده موديل جديد وهننزلوا له حرق، هننزلوا له حرق عشان نفرحه. كفايه حرق حرق، لا مش كفايه، انا عارفه انت بتقولي. والله العظيم بصوا صنعة خصيصة للناس بتوعنا برضو. ما خلاص بقى الشعار بتاعنا ده. بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الحتة وجمدانها، شايفين؟ شايفين الحتة؟ شايفين الجمدان؟ شايفين؟ شايفين تطريزات الفرو عاملة ازاي يا جماعة؟ شايفين الوانات بتطريزات؟ يا لهوي على الجمدان، قصة في البنطلون كده من تحت، قصة في البنطلون من تحت، شايفين؟ الله ينور يا شناوي، الله ينور يا شناوي. بصوا اللون ده جديد وانا هموت وافتحه بسرعة. كفاية فتح؟ كفاية. آخر واحدة، آخر واحدة، ما قلتش هفتح، والله ما قلت هفتح، آخر واحدة. بس الموديلات الجديدة أنا بحب أديها حقها يا جماعة، أنا بحب أديها حقها. حلوة الموديلات الجديدة في الفرن، حلوة الستايل الجديد يا جماعة، قصة في البنطلون. عشان إيه؟ شناوي شغل لكم في اللوكس، الشناوي شغال لكم في اللوكس. بصوا بصوا اللون عامل ازاي، التطريز بالفرو نفسه، تطريز فرو يا جماعه. بصوا الجمدان، بصوا الحته، روعه روعه روعه. عبايتنا البولر، ام يوسف بتقول لك كفايه 135 جنيه، 135 جنيه، مقاس خاص، مقاس حلو، ناس تدي بالها من المقاس الخاص ده، مقاس يلبس. طب ليه بتقولي كلمة مقاس خاص من الأول اللايف؟ مقاس خاص من الأول لأني ضربت لكم المقاس وهنزلها لكم بسعر أقل. نزلت لكم والله العظيم، يعني بضرب لكم الحتة مقاس كبير وإيه وطول، واستنوا القصة الجديدة برسومات تانية بمقاس تاني. والله العظيم عمركم شفتوا حد بيضرب الحتة لنفسه؟ أهو عشان أقلل لكم في التكلفة. بصوا أهي 135 جنيه، شايفين المقاس عامل ازاي؟ مقاس محترم، مقاس محترم 135 جنيه. احنا لعبتنا في البولر يا جماعه، احنا لعبتنا في البولر. بصوا الترنج ده ما اتفتحش خالص، الترنج ده ما اتفتحش خالص، جديد. الكلفن كلاين ده الناس بتسال على السلوبيتا البيبي اللي في اول لايف كانت عرضها كام؟ 65 65 65 يا حلوين. نقاشات ومقاسات، نقاشات وتطريزات، شغل تطريز، كله تطريز. بصوا الترنجات القمر بتكتب. غدا غدا بتقول لك انا شغاله في مصنع في المحله، انا اول مره اسمع الاسعار دي. حبيبتي حبيبتي يا قمر حبيبتي، انا هنجي لك طنطا. بصوا الجمدان، بصوا الجمدان، اسعارنا الحمد لله خارج المنافسه، يعني بفضل الله خارج المنافسه. ليه بقى؟ لاننا ما بنحطش ربح يا جماعه، احنا بنحط هامش ربح ونعمله خصومات في الاخر. لا ونطلع كده ايه، نتسجن اخر الموسم على راي محمد. بصوا الشياكه والعظمه والترنج البولر الروعه، ده بولر، ده بولر يا جماعه، ده بولر، بولر تطريزات. الشغل كله متكلف، الشغل كله احلى من بعضه، العروض كلها اقوى من بعض، العروض كلها جامده 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 جمدان. بصوا روعات يا جماعه، روعات. متاح شحن اسكندريه طبعا، روعات يا شناوي روعات. الناس بتسال على العنوان بتاعنا، يلا ورقه العنوان روعات، شويه شغل بسم الله ما شاء الله. بولر بولر بولر، دمياط، الروضه، شارع الحصار، اولادي شناوي، فاتحين يوميا من الساعه 11:30 لحد الساعه 8:30، متوفر شحن لاي مكان، الحق قبل نفاذ الكميات. يوسف بتقول لك اجازه بكره. سلامتك يا غاليه. لسه حاجة تانية؟ لا كفاية كده النهاردة. اه صح، كفاية عليكم كده النهاردة، زهقناكم، طولنا عليكم اللايف. اه والله، بس بحضر لكم مفاجأة 100 100، استنونا اللايف الجاي، مش هقول لكم خلال يوم أو يومين. تابعوا يا جماعة جروب التليجرام بننزل عليه ميعاد اللايف، تابعوا صفحة الفيس هننزل لكم عليها ميعاد اللايف، بس بوعدكم إن اللايف الجاي هيبقى فيه حاجة مش هتخطر على بال حد، سعر مش هتسمعوه في السوق خالص، لأن الحمد لله كل لايف بنزل لكم سعر. أنا هنزل لكم سعر في الشتوي اللايف الجاي،
ان شاء الله. قسما بالله ما حد سمعه في مصر كلها. مش هحرق لكم السعر، بس السعر تحت ال 50 جنيه في الشتوي، تحت ال 50 جنيه اي شناوي تحت ال 50 جنيه. فكروا بقى هننزل لكم ايه؟ ما فيش حاجه في السوق كله حد نزلها ب 50 جنيه اصلا عند حد. طب الشناوي هينزل لكم تحت ال 50، طب الخامة ايه؟ بولر بولر بولر، يعني حته لوكس مش شعبي. استنونا في لايف جامد اللايف الجاي، العرض اللي مش هيقعد ساعه في المكان. والسلام عليكم.